متقاعدين اليوم في لجنة المسؤولية الاجتماعية تفعيل أحد المبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع جمعيات كبار السن. تشرفنا بزيارتنا مهرجان الإبل، سعيدين جدا بتواجدنا معهم، نشكرهم على حسن الاستضافة الأكثر من رائع. طبعا إحنا جمعية كبار السن الأهلية، من رؤية الجمعية الريادة محليا في تحسين جودة حياة كبار السن. الجمعية معنية بكبار السن من أخواتنا وأمهاتنا في المنطقة وخارج المنطقة. رسالتنا اللي هو تقديم الرعاية الصحية والنفسية والترفيهية والاجتماعية لكبير السن. أهم أهدافنا اللي هو تقديم الرعاية المناسبة لكبار السن، توعية المجتمع بطرق التعامل مع كبار السن، وإجراء البحوث والدراسات لتحسين الجودة من حياة كبار السن.